انتقده الكثيرون الموسم الماضي، قيل إن أداءه لم يرقى للتطلعات منذ التحاقه بالنادي الباريسي. خافيير باستوري يعود إلى الواجهة من بابها العريض أداء وتألقا. الفلاكو أو النحيف أعاد للأذهان ما كان يفعله مع باليرمو الإيطالي وفي سابق تألقه الأرجنتيني. فنياته، مراوغاته، تمريراته، ردته ذاك الفنان المبدع النحيف. مستوي جيد هذا الموسم، استرجعت الثقة في نفسي وعناصر الفريق يساعدونني، وهو ما جعلني ألعب هذا الموسم بثقة كبيرة. خافيير باستوري أسر لقناة بين سبورتس أنه كان على وشك مغادرة النادي الباريسي بسبب كل الانتقادات لولا ثقة إدارة النادي وعلى رأسها رئيس ناصر الخليفي. الموسم الماضي فكرت في الرحيل وطلبت من رئيس النادي ترك الفريق إذا لم أكن في المستوى، لكنه طلب مني البقاء وإثبات مكانتي في الفريق، ومن ثم بدأت العمل المكثف للرجوع إلى مستواي الحقيقي. التاريخ سيشهد أن خافيير باستوري كان أول من دشن مشروع النادي الباريسي بحلته العالمية. سيشهد أيضا صنيع لاعب أنيق ونحيف. نسيم طلبي، بين سبورتس، باريس.